شرد حامد وغرب بلة. الجينيات الغابة دي الناس اللي اختربوا وهاجروا وسافروا وتعلموا كده وبيحبوا بلدهم طلعوا من السودان، لكن السودان موجود عندهم، لقوا تجارب وشافوا علم وشافوا خبرات، دارين يجيبوا راجعة لبلدانهم. التجربة بتاعت تيدكس كانت في الإطار ده، طالب بتاع دكتوراه في كوريا الجنوبية، لقيت والله محاضرات ظريفة فيها فرصة بتاع الترجمة فولنتيرلي، بديت أترجم فيها عشان لقيت في كوميونيتي اسمه تيدكس، دخلت فيه كوميونيتي رهيب بتاع ناس كلهم انتلكشوالز اكاديميكس ريسيرشرز انتربرنورز الى اخره. اوكي ليه ما يكون عندنا زي ده في السودان؟ فده الموضوع بدا هنا. انا باخذ الكود ده دائما في بدايه كل كلام بتاع جيمس كاميرون، هو المخرج بتاع افاتار وبتاع تايتانيك. لما وكاله ناسا عملت سبونسر شيب للفيلم بتاعه بتاع تايتانيك، كان محتاج لهم سبيشال سبمارين تدخل جوا في القاع. ناسا السلوغان بتاعهم فيلير از نوت ان اوبشن، ما في طريقه نفشل، انا حرس الناس في السبيس. هو قال لهم لا، ان وات ايفر يو ار دوينج فيلير از ان اوبشن، فير از نوت. التجربه بتاعت استراتيجيه السودان كان فير از نوت از فيري امبورتنت اند كروشال. ليه؟ هنشتغل في ظل الكيزان، يو هاف تو كومبرومايز. انا ام فيري براود انها نجحت في ظل الكيزان مش عشان دي حته مهمه جدا لازم نكون خاطينها في بالنا. تيد اللي هي تكنولوجي انترتينمنت اند ديزاين بدات في سنه 84 بفكره بتاعت انه تجيب الناس من مالتي ديسيبلري يتكلموا في تيم واحد. 2002 اكواير باي بريتش انتربرنور اسمه كريس اندرسون، حولها لنون بروفيت، بقى اي حاجه تتخطها بيحصل لها ريكوردنج تتخطها في اليوتيوب في تيد دوت كوم فور فري. في 2007 بدوا الويب سايت ده، في 2008 بدوا البروجيكت بتاع الترانسليشن، انه السبتايتلز بتاعت التيد بقت تترجم لاكثر من 110 لغه مختلفه بواسطه جيش كبير جدا من الفولنتيرز بترجموا لترجموا اكثر من 30,000 ترجمه للتوكسي. تمام؟ فالموضوع بدا في كوريا زي ما قلت، انا بديت كمترجم متطوع وكنت لفتره طويله جدا مصر على اللقب بتاع الموست اكتيف فولنتير ترانسليتر التيد. ليه؟ لانه الاستيريوتايب اللي بيحصل لنا احنا في المنطقه بتاعت الخليج ومصر وين؟ انه السودانيين كساله مش كده؟ فكنت داير اي ونت تو هاف ذيس تايتل، انه والله عينه انشط مترجم في المترجمين المتطوعين كلهم سوداني، كنت مصر عليها جدا جدا ولحد الليله مصر عليها. تمام؟ في ديفرنت تايب اوف ايفنتس، الايفنتس دي فيها ستاندردز وفيها يوث وفيها يونيفرستي وفيها ويمن وفيها الى اخره. الحاجات اللي عندي فيها خبره اللي هي الستاندرد تيدكس خرطوم، واليوث اللي هي تيدكس يوث الخرطوم، وشاركت في مساعده بعض الناس انهم عملوا تيدكس وومن وتيدكس تشينج. الفريق بتاع العمل بتاع تيد الكلام ده بالمناسبه كل حاجه اللي بعملها دي ما هو ما شو يد واحده بتصفي، كل واحد فينا يحاول ما تصفي. في كميه بتاع التيمز بتاع فولنتيرز بيشتغل، وفي ناس لولاهم انا ما بقدر اعدهم من كثر عددهم. يعني اول فريق بتاع تيدكس عملنا تيدكس خرطوم في 30/4/2011 كان التيم ده فيه 85 نفر. لو شفتوا انتوا الكونفرنس بروسيدنج لو في زول قراوا فيكم، فيهم واحد من الناس اللي عاملين له اكنولجمنت اسي لانه هيد اوف تالنت اكوزيشن وديفلوبمنت ولا شنو في اليو ان دي بي السودان. ده كان شاب صغيروني متطوع في سنه 2012. الليله حاليا هو في ليدنج بوزيشن وبيدعم مؤتمرات زي المؤتمر بتاع التنميه الذكيه. انا برضه اي ونت اكنولج يعني دكتور علام علام النور على الجهود الخيالية اللي بيعمل فيها دي، اخبار عليكم صفقة حارة كده جوا القلب. بيستاهلها، يعني انا شايف انه كيف بدا من 2011 ل 2013 في اكثر من 25 تيدكس ايفنت حصل في السودان. يا اخوان الحاجة دي مهمة جدا. ليه؟ لأنه الكونفشنال ويزدم ويل تيل يو انه والله يا اخي السودان ده بلد ما بيطلع منه انوفيشن، مش كده؟ بلد كل البراندنج بتاعه حرف في دارفور، ما عارف مجاعة وين، وحركات مسلحة، دعم للإرهاب إلى آخره. التشالنج بتاعنا كان إنه تري براند الموضوع ده بصورة مختلفة مرتبطة بالتكنولوجي انوفيشن ديزاين، مش عشان الحكومة قالت، لأننا بنستحق، لأننا إحنا كده، إحنا عندنا شباب مهتم وقادر. معظم الشباب السوداني كان منخرط في تيدكس خرطوم. في شاب هناك شايفينه أنمار حميدة ده، أنمار ده بيعمل تيدكس جامعة الجزيرة، كان هو بيقرا في كلية الطب جامعة الجزيرة. اكثر الشباب ابتكارا وابداعا في السودان، انا فخور جدا انه سمحت لي
فرصة إن أنا أتعامل معهم وأتعلم منهم يعني. وشفت نظم كثير جدا من الحاجات الممتازة. تيدكس خرطوم الفكرة بتاعته كان في البداية شغال بالاستراتيجيز بتاعت الماركتينج بوش أند بول. في البداية إحنا كنا دايرين شنو؟ دايرين نجيب العالم هنا، دايرين نجيب التجارب لهنا. ده كان أول حاجة ممكن أقول لكم عليها. شوفوا الفيديو ده التيد ستيج بيتكلم فيه ناس بيل جيتس سلمان خان بيل كلينتون وبتاع، جانا هنا في السودان. كيف؟ كمون لا يا المهم يعتبر نفسك وشفته. الفيديو ده دي اسمها جون كوين. جون كوين هي الميديا اكزيكتيف بتاع تيد. في اللقطه دي في فيديو زي دقيقتين كان بتعمل شنو؟ بتعمل شاوت اوت لتيدكس خرطوم من الاستيج في كاليفورنيا. في زول سوداني طبعا موجودين في كل مكان شغال في الميديا برودكشن بتاع تيد سوداني امريكي، رسل لي بعد الفيديو ده طوالي قال لي لأول مرة يجي اسم السودان ويجوا ناس سودانيين في التيد ستيج بصورة بوزيتيف لأول مرة. الكلام ده في 2011 في مارس 2011 تمام؟ 2012 2011 كان في مؤتمرين اللي هو اللايف ده وكان في المؤتمر الثاني. في 2012 عملت زي تيمز كده سميتها ذا إير أوف بوزيتيفيتي. كان فيها زي أربعة إيفنتس. الإيفنتس يلا أرجع لكم لحتة مهمة جدا. في 2011 لما عملنا الإيفنت ده كله كان شباب، يعني السبيكرز أي والله فيهم ناس كبار وعجائز بيحبوا البتاع المايك ده يمسكوا في كله كله، بتعرفوا الحركة دي مش كده؟ بتاعت المال السايب بيعلم السرقة والمال بيعلم النكة، تعرفوها مش كده؟ المهم ففي ناس كتار كانوا كبار بيتكلموا لكن في صغار كان بيتعلموا بيمسكوا الحاجات عشان بعشية يكون بتاعته. المصمم خريج جامعة السودان علوم التكنولوجيا اسمه عمار حجر عمل ديزاين بتاع ستيج لتيدكس خرطوم 2011. الديزاين ده اخذ ريكوجنيشن بتاع بيست براكتس من 10,000 تيدكس ستيج في العالم. شو الكلام ده كده؟ لا مشى برا لا قرا في ام اي تي ولا في هارفرد ولا في كوريا، من السودان هنا. ودي النقطة كنا دايرين نعمل لها بروفر هنا. جميل والله تكون خريج هارفرد ولا كامبريدج ولا اوكسفورد ولا تشونبوك ولا اي حته، الاجمل انك تكون ريليفنت. انت هنا بعدين مين تمام. ده السبيكرز او الايفنت الاول ده التيم يعني ليش شكله قد شنو 85 نفر في تيم واحد. تتخيل انتوا حجم التناقل بتاع الافكار والتجارب اللي بتجي. اي زول تحته خط في اسمه ده زول بعد الايفنت بقى تيدكس اورجنايزر. ودي كانت مهمه بالنسبه لنا، مش انه نعمل ايفنت انه والله انور عمل ايفنت، لا لا لا، انه نعمل موفمنت نتحرك من حاجه وان مان شو لانه يكون في بلاتفورم تو سبريدنج ايديز. ده عمار حجر وده الستيج اللي عمله الكامبس براكتس. ده اول مؤتمر بتاع تيدكس شباب. الشباب ده كانوا اوائل الشهاده السودانيه، لقيتهم في دراستي في كوريا في رحلة بتاع التبادل الثقافي، قلت لهم اسمعوا ايه رايكم تعملوا تيدكس في السودان؟ ما بنعرف ان طلاب طيب جميل انا بجي وبساعدكم على اساس انه تعملوا الايفنت. وجاوا اتعمل، الايفنت طلع منه حاجات رهيبه جدا جدا، منها انه المره دي رسلنا رساله من السودان لبرا، دي كان رساله لتيدكس اثينز في اليونان من هنا من قاعه الشارقه في الخرطوم. تمام؟ ده الاورجنايزر ديل الشباب. الجميل في الشباب ديل المتحدثين ديل انه في واحده منهم جات بقت الهوست المقدمه للبرنامج في الايفنت اللي بعده. فانا بيهمنا جدا انه فريق العمل ما يكون ليبر بس، لا انما يكونوا بروديوسرز وثينكرز في الايام الجايه. دكتور وفاء الامين اتكلم عن بوزيتيف ثينكينج في الايفنت. اخترناه ده الثيم بتاعنا للايفنت الستاندرد بتاع الناس الكبار في الايفنت اللي بعده. الزول دي اوت اوف التوب بتاعها عزموها ولقت الامين العام للامم المتحده ومثلت الشباب في شمال افريقيا والوطن العربي. من هنا من الخرطوم يا شباب. شفتوا كيف؟ فالشباب السوداني موجود داخل السودان ما باسيف والله اوبريس وما قادر يعمل، لكن ما كان في الرايت بلاتفورم على اساس انه يتلاقوا مع بعض. خصوصا الناس اللي بتكون جايين من برا من دول انجلش سبيكينج عشان يجوا هنا السودان لازم يكون في زي ما يقولوا انترميديتري، مش كده؟ طيب ده الايفنت الثاني بتاع
بوزيتيف ثينكينج اللي هو اخذنا الثيم من هناك. ده الفريق بتاع العمل هتعاينوا برضه في الصوره الدوميننت للشباب، اكثر شيء شباب تمام. وكان في المشروع بتاع الساتلايت كيوب ومشى تمام. من هناك التوب بتاع طارق هلال اللي هو اور سودان تم اختياره بالإديتوريال تيم بتاع تيدكس كواحد من 10 محادثات المفروض يشوفوا كل مواطن امريكي قبل الانتخابات. ليه؟ لانه كان انسبيريشنال. شوفوا الامريكان انسبايرد باي السودانيين في التوك اسمه شنو؟ اسمه اور سودان. شوفوا الكلام ده كيف تمام. ده الايفنت بتاع 2011. ده علي منتصر اللي قلت لكم مدينا في الصوره فوق هنا. ده الأسي حاليا في الامم المتحده الإيمائيه وبيدعم في المؤتمر ده اللي احنا قاعدين فيه وسيدة. ودي الهوست واحده اللي اتكلمت في المؤتمر الاول. ده للشباب. وفي فيديو هنا جميل جدا يعني فيه رساله لتيلكس يوث ات سان دييغو. من هنا رسلنا لهناك ومن سان دييغو رسل للشباب هنا. فكان في كونكشن. الشباب كانوا مشرعبين دارين يرتبطوا بالعالم برا. تيلكس سمح لهم بالموضوع ده. فالاستابلشمنت بتاع الموفمنت دي كان كريتيكال لانه المستقبل ممكن يحصل فيه شنو. الشباب ده جو بعدين عشان اختصر لكم الموضوع. جو الشباب ده بعدين اشتغلوا في نفير، وجو الشباب ده اللي اشتغلوا في الثوره، وجو الشباب ده حيبنوا السودان. لانه انا همشي لكم لاخر سلايد. عامل التوب ده العنوان بتاعه شنو؟ ده 2012. في زول قادر يقرا؟ سولارا مهدي شكاك في 2012 طالبه في جامعه الخرطوم قالت حنبنيه. الشباب ديل الجيل الراكب راس القلب البشير وممكن يجي يبني زول ثاني قالوا حنبنيه وقرروا الكلام ده بدري وقالوا في تيدكس. لكن ما في كان بيسمع. الكويس في الموضوع انه هم كانوا عارفين دايرين يعملوا شنو وعملوه. وبكده انا بختم. شكرا جزيلا.